نهنئ سوريا والشعب السوري على هذا العرس الديمقراطي الذي كان يوم أمس، وعلى هذا التدفق والكم من الناس، ملايين الناس خرجت للتصويت سواء في داخل القطر العربي السوري أو في السفارات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بعد بعض السفارات الأوروبية التي منعت، وحتى في واشنطن يعني أحد الأشخاص السوريين فتح منزله لكي يكون هناك نوع من التضامن والاستفتاء للسوريين، وأتوا جميع السوريين لديه، وأيضا سفير سوريا لدى الأمم المتحدة أيضا فتح منزله وتدفق العديد من السوريين يسكنون في الولايات المتحدة لكي أيضا يعبروا عن آرائهم مع الإعلام السوري. وشهدنا في لبنان رغم يعني قتل أحد الأشخاص السوريين في لبنان واعتراض الميكروباص الذي كان ينقلهم، إلا أن أصر اللبنانيون أن يأتوا إلى السفارة ويدلون في صوتهم. أيضا يعني أنا بدرعا تحديدا كانت هناك انتخابات، وكان أكثر من 39 منطقة انتخابية موجودة في درعا، فأنا لا أعرف أين أنتم شاهدتم تلك المعارضة، بالقنيطرة القريبة من الحدود في الجولان، أيضا في هضبة الجولان المحتل في مجدل شمس كانت هناك خيمة انتخاب، وأن لم تعد هذه الأصوات ولكن تضامنا مع الشعب السوري. أيضا رأينا في شرقي الفرات والحسكي، وحتى تحديدا أيضا في الرقة، حتى جميع العشائر تضامنت وأتت وأدلت في صوتها، وكانت البث المباشر من العديد من القنوات التلفزيونية، وحتى من كان يعارض في السابق اللي وكان يريد إعلاميا يريد أن يفتت هذه اللحمة ما أتى أيضا وغطوا هذه الأخبار. كان هناك العديد من الصحفيين من الدول العربية والوفود الروسية ومصر، والكثير من الإعلاميين كانوا متواجدين هناك ورأوا بأم عينهم ما يحصل من هذا الشعب، وتم تمديد من العدد والكم الذي كان لم يتوقع. الساعة 7 صباحا لم تفتح الصناديق وكان الشعب ينطر في الدور هناك ليدلي في صوته، تم تمديد 5 ساعات لتلك الانتخابات حتى الساعة 12 ليلا، وبعد هذا التوقيت وأغلاق الصناديق كانت الاحتفالات تعم جميع القطر العربي السوري من شماله لجنوبه ومن غربه لشرقه في كل المناطق، حتى من المناطق التي يسيطر عليها قصد وإدلب، في ريف إدلب أيضا كانت هناك صناديق اقتراع، أيضا من هناك أتوا ناس وأتوا من لبنان إلى داخل سوريا حتى يدلون في، ولذلك هذا ما حصل يوم أمس يحمل العديد من الرسائل. نعم، العديد من الرسائل وربما منها رسائل للغرب أستاذ روان، هل يمكن للولايات المتحدة أن تلتقط هذه الإشارة من قبل الرئيس بشار الأسد بأنه مستعد للتغيير السياسي للمشاركة السياسية عبر الانتخابات وليس عبر الحرب كما يقول البعض؟ وكيف يمكن أن نفسر تصريحات الاتحاد الأوروبي اليوم بأنه لا يعترف بهذه النتائج؟ نعم، يجب أن نضع الأمور بنصابها. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تنظر إلى حكومة دمشق يعني بتمثيل النظام فيها، وإنما هي تفاهمات وتوافقات مع روسيا. الرئيس بايدن سيجتمع مع الرئيس بوتين في الأسابيع القليلة في جنيف، وبالتالي يعني وهذا يعني سيأتي بعد اللقاء الأول للافروف مع الوزير الخارجية بلينكين، ضمن إطار أيضا التحضير لعودة الولايات المتحدة الأمريكية لخطة العمل الشاملة JCPOA. يعني لا يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من أيام أوباما كانت عقدة التدخل في العراق هي واضحة وظاهرة في موضوع يعني الحديث عن تدخل عسكري في سوريا لإسقاط النظام، لذلك كان هناك تراجع عن هذا الموضوع أو الخط الأحمر يتحدث عنه أوباما، وتدخلت روسيا في عام 2015 وأخذت على عاتقها يعني أو كان لها أول ظهور في الشرق الأوسط أو العودة إلى المسرح الدولي من خلال سوريا ومن خلال أيضا كريميا، وأصبح لديها أول قاعدة بحرية في شرقي المتوسط في حميمين، وبالتالي سوريا هي ليست إلا ورقة تبادلية للأسف على طاولة الدول الكبرى ومنها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. هل يعني واشنطن التغيير السياسي في دمشق؟ لا، ما يعنيها موضوع المساعدات الإنسانية، وقد رأينا العديد من
الاجتماعات التي جمعت بين وزير خارجية بلينكن وممثلين عن الأمم المتحدة وممثل عن دمشق وراءه صورة بشار الأسد، يعني فهناك علاقات غير رسمية أساسها المساعدات الإنسانية تتعاطى في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ عمر، يعني أيضا هل يمكن أن نقول بأن الأزمة السورية بعد هذه الانتخابات شارفت على يعني الانتهاء، أيضا الأزمة هذه بعد 10 أعوام أو 11 عاما شارفت على الانتهاء، خصوصا يعني ونحن نشاهد وفود خليجية إلى سوريا وأيضا وفد سوري يشارك في مؤتمر أو في اجتماع في السعودية، هل هذا يعني بأن باتت الأمور محسومة؟ لا على الإطلاق، يعني نحن نتحدث هنا عن ملايين اللاجئين السوريين يا عزيزي، هذه ورقة أساسية في حل الوضع في سوريا لا يمكن تجاوزها، والنظام يدرك ذلك تماما. أيضا موضوع تركيا ومن سيكون بيسيطر على الحدود التركية، الوضع الكردي، هناك الكثير من النقاط التي يجب أن تحل أولا قبل أن نتحدث عن نهاية الصراع في سوريا. النظام بالنسبة للنظام السوري أو النقطة المتعلقة بالنظام، هو يعتقد بأنه استطاع حسم المعركة ضد السوريين وضد سوريا بتشريد المعارضة السورية وطردها خارج البلاد أو قتل من يعترض معه وإبقاء على هؤلاء الذين يمكن أن يستخدمهم في هذه المهازل الانتخابية أو ما يسمون أنفسهم بالموالاة، يعني أو المواطن المتصالح مع الواقع. لذلك لا يمكن الحديث عن انتهاء الصراع. الولايات المتحدة أيضا تدرك ذلك، أعتقد أن جو بايدن كان ضمن حديث سابق تحدث بأن دعم المعارضة السورية هو أساسي وتقديم المساعدات الإنسانية أيضا وإيجاد توازن وحل مرضي للسوريين. هذا يشير إلى أن إدارة الرئيس بايدن ذاهبة باتجاه إيجاد حلول جدية، وإن كان بالتفاهم مع روسيا وأيضا بالضغط على إيران والضغط على روسيا لإنجاز هذا التغيير في البلاد. الإدارة الحالية ليست لا تتعامل فقط مع الموضع السوري من وجهة نظر إنسانية، على العكس تماما، هناك حراك سياسي يعني سنشهده في الشهور القليلة القادمة في من إدارة الرئيس بايدن من الحوارات وضغط على روسيا من أجل إنجاز تغيير سياسي في داخل البلاد، وإن كان الأمر يتطلب القليل من الوقت. يعني كل ما يقوم به النظام السوري هو نفس الإجراءات التي كان يقوم بها منذ يعني منذ سنوات طويلة، يعني في عدة انتخابات سابقة، وهي لا تعني الكثير على صعيد إعادة العلاقات مع سوريا أو مع النظام السوري في هذه المرحلة بالتحديد بالنسبة للكثير من الدول. ولكن الذي يحصل الآن وهو أمر أساسي بأن هذه ردة الفعل التي شاهدناها على الصعيد الدولي وخاصة من الدول ذات الوزن في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي رفضت هذه المهزلة وطالبت النظام بأن يكون أكثر جدية في التعامل مع المشهد بدلا من الذهاب إلى يعني إنجاز هذا النوع من المسرحيات التي تقريبا نصف الشعب السوري لم يشارك فيها، يعني لذلك لا أعتقد بأن هذه الانتخابات شرعية، يعني هذا هو الذي يعول عليه في المرحلة الحالية. نعم.